أتمنى كل التوفيق والازدهار. فيها أن الجامعة كلها الجامعة الأردنية. كنت دائما آتي الأردن. أنا ما انقطعت عنها. بعد أكثر من 25 سنة ومبسوط واعتزت هذه الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأساتذة الكرام، الطلبة الأعزاء، ضيوفنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. رح نبلش اليوم أول حديث من أحاديث الأردنية جيو توكس، اللي رح نلتقي فيها دوريا مع أبناء الجامعة الأردنية اللي كان لهم الأثر الكبير في تاريخ الأردن المعاصر، سواء من المجال الأدبي، من المجال الاقتصادي، الوطني، وكافة حقول العلم والمعرفة. عام 1994 في أحد مساء أحد أيام شهر آب، كان دان كون شاب أمريكي بيحتفل مع زملائه وأصحابه في منزل في نيوهامشير. كان سبب الاحتفال إنه في رجل في ولاية فيلادلفيا اللي بعيدة عن منزلهم 300 ميل تقريبا، اشترى أول ألبوم موسيقي عن طريق موقعهم الإلكتروني، وكان الدفع بطريقة تامة عن طريق الإنترنت. هلأ اليوم يمكن نحكي هذا مش سبب يستدعي للاحتفال. معظم الحاضرين هون بيدفعوا رسومهم الجامعية، بيدفعوا التزاماتهم المالية برضو عن طريق الإنترنت. بس قبل 8 سنين كان لضيفنا هون كمان مساء احتفالي، حيث بدأ ضيفنا العزيز إيفا وتيركم. إيفا وتيركم كانت بداية الدفع الإلكتروني في الأردن، ونحن أبناء الجامعة الأردنية بنحتفل اليوم بأنه إيفا وتيركم اللي هي المشغل لمنصة مدفوعاتكم تم اختيارها من منتدى الاقتصاد العالمي كواحدة من الشركات الناشئة اللي شكلت معالم الثورة الصناعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أسسها ابن الجامعة الأردنية المهندس ناصر صالح، فليتقدم مشكورا. السلام عليكم، يعطيكم العافية وشكرا لكم. اليوم حابب أول شيء أنا بشعر بفخر واعتزاز أني راجع لجامعتي الأردنية اللي تخرجت منها وبدأت فيها مسيرة حياتي الدراسية والمهنية قبل تقريبا أكثر من 25 سنة. أنا درست الهندسة الكهربائية هون في الجامعة الأردنية وتخرجت في عام 1995، يعني أنا خريج القرن الماضي فعليا، فبشعر بكثير بحن للجامعة الأردنية. صح ما عم برجع كثير بسبب الانشغالات، بس اليوم لما دخلت حسيت حالي الواحد رجعت للروح، يعني الحمد لله. حابب هيك اعطيكم بريف عن حياتي، خلينا نحكي الدراسية المهنية، وان شاء الله انه تحفزكم لتفتحوا بزنسكم او تقدموا حياتكم المهنية زي ما صار معي. بدي ابدا من البداية فعليا، من وقت الدراسة. هلأ بالنسبة لي أنا زمان كانوا يحكوا لي لما كنت صغير كنت نشيط وحركة كثير بعكس هلأ، وكانوا يحكوا لي أن كنت أخرب كثير، فيبدو هاي بداياتي ودتني للنهايات. بعديها تعرفوا الواحد بس يكبر شوي بلش أموره تهدى شوي شوي، فكنت نشيط زي ما قلنا شوي، هديت كثير في التوجيه، صرت هادي ونيرد ودريس، ومنها دخلت للجامعة. طريقة دخولي للجامعة الأردنية كانت الطريقة الترديشنال، اللي هو بتسجل إيش بدك تدرس، طب هندسة صيدلة، بتنسخهم كلهم حسب الترتيب. كنتش عندك أو على الأقل عندي وقتها ما كنتش عارف شو اللي بدي أدرسه فعليا، فدخلت على الهندسة لأنها طلعت لي هي بعد الطب. بس فعليا أنا كنت بحب الهندسة بشكل عام، أو اكتشفت إني بحب الهندسة وبحب الماث والرياضيات أكثر من شغلات الطب واللي فيها تعامل مع خلينا نحكي مع الأدوية والقصص هذه. فلما دخلت الهندسة برضو كان عندنا وقتها الهندسة عام، فبتدرس أول سنة عام بعدين حسب معدلك تدرس كهرباء ميكانيك. نفس الشيء دخلت كهرباء لأنها أعلى شيء وقتها قدمت لها فدخلت فيها، مع أنها كانت صعبة بالآخر اكتشفت.
فبالجامعة كانت فعليا تعرف الواحد بلف وبدور بحاول يتمشى. كنت شوي طالب خجول في الجامعة بس ما كنت تفرق معي كثير موضوع السنافر. ما سنافر أول ما دخلت بتذكر كنت حامل شنطة سمسونايت، الكل كان يضحك علي أول سنة بس لأنه كان عندي شعر كنت حاط فيها مشط شغلات زي هيك، فما كانت برضه تفرق معي. بس شوي شوي بالدراسة لما دخلنا على الكهرباء شوي جدية صارت الموضوع أكثر وركز الواحد لتخرج. هون بدي أحكي على بداية الشغل. هلأ زي أي طالب بيكون حياته برضه بده يشتغل، يعني أول ما يطلع من الجامعة بيكون هدفه يدور على شغل. هلأ بما أني دارس هندسة كهرباء، مجالات الهندسة الكهرباء في هذاك الوقت مش كثير، يعني بدك تشغل محطة كهرباء وفي الأردن فيش غير محطتين يمكن أو ثلاث، أو بدك تروح على المصانع. فاشتغلت في مطبخ أو مصنع للمطابخ الأمريكية هون في الأردن في السحاب، وعبارة عن ماشينز فيه ماكينات هي بتقطع الخشب بتنشرها وبتعملها على شكل بواب المطابخ اللي بتشوفوها. وكان بتذكرها لهسة، هذا الحكي كان بالآخر 95، إنه كل يوم بروح باخد شاور خشب لأنه في نشارة خشب كتير، ففي عندهم زي برابيش هواء. هلا أنا بيني وبينكم صدمت، يعني أنا طالب من جامعة ومرفه وحالتي حالي أدخل على مصنع ونجارة ومكاين وخشب وهاي، واكتشفت إنه معظم الفنيين اللي في المصنع بيعرفوا أكثر مني، ومش بس مني، أكثر من المهندسين كنا اللي موجودين. ليه؟ بحكم خبرتهم العملية. وهي واحدة من الشغلات اللي حتواجهكم يمكن في الحياة وطبيعية ما تنصدموا منها، إنه أنتوا عم تدرسوا نظري أكثر منه عملي. لما تطلعوا الحياة في شغلات كثير حتتعلموها، يمكن يكون الأوريدي اللي بادي قبلكم في الشغل أو في المصنع أو في الشركة حتى لو درجته العلمية أقل منكم حتلاقوه أخبر منكم لأنه بحكم الخبرة أنتوا لسه جداد بتكون زي ما صار معي. هلا لما شفت حياة المصانع والنشارة والهاي ما عجبتني بصراحة، حاولت أدور على شيء مختلف، فقدمت لشركة في مجال الاي تي. هلا كيف دخلت مجال الاي تي؟ شغلة غريبة، وهون الواحد ما يستغرب أو أقول ما يستسخف أي شغلة ممكن تصير معاه. أنا بذكر في آخر سنة في الجامعة وأنا خريج سنة خامسة، مشروع التخرج كان عن الذبذبات الكهربائية والنويز والقصص هذه. عشان تقدر تطلع النويز من الكهرباء ومن السيجنالز كان لازم تعرف شوية برمجة، وإحنا كنا أخذين سنة أولى فورتران. فورتران كانت شوي عاف عليها الزمن، فأخذت كورس خاص هون في الجامعة بس مش من مساقات الجامعة، كان طالب يعطيه، بتذكر قيمته 15 دينار. هذا الكورس ال 15 دينار غير لي حياتي كاملة، لأنه استخدمته أول شيء لمشروع التخرج وما كنت عارف شو حيفيدني لقدام. لما طلعت وبديت الحياة وتركت اللي هو المصنع ودخلت على شركة اي تي قدمت، بلشوا يسألوني أسئلة اي تي، فعندي شوية نولج لأني أخذ دورة سي وعامل شوية برمجة، فهاي فادتني لأبدأ أغير شغلي من مجال المصانع لمجال شركات الاي تي. واكتشفت أني أنا بحب الاي تي، يعني هلا لما دخلت وبلشت اخذ شغل شوي شوي شفت انه هذا هو الاشي اللي بدي اياه. بس اكتشفته امتى؟ بعد ما تخرجت وبعد ما اشتغلت بفتره ومشيت في مجال الاي تي من هذاك اليوم تقريبا لهذا اليوم. نيكست بليز. فبديت حلمي زي اي حلم شاب اردني بده يطلع ويتخرج ويتغرب برا. فاشتغلت في هاي الشركه سنتين، صار عندي خبره اكثر مع شغل مع شغلهم نفسه. طلعوني اكثر مره على قطر، مره على عمان، فكان حلمي فعليا اطلع واتغرب واشتغل. وهذا اللي صار معي. اشتغلت في اكثر مجال الاي تي، في البنوك، في البورصات، كله اي تي بس طبعا مع بورصات وبنوك. ما كنت اعرف مصطلح الفينتك او الفاينانشال تكنولوجي او اللي بسموها التقنيه الماليه لانه اصلا ما كان موجود. بس صدفه الامور كيف رب العالمين سهلها، يعني عم بشتغل اي تي وبنفس الوقت دخلت قطاع البورصه قطاع البنوك. بعد فتره اكتشفت انه هذا هو الفينتك اللي وداني للشغل اللي بنحكي عنها كمان شوي. هلا ايش المشكله بشكل عام؟ انا وانا بشتغل لما دخلت في الوظيفه اكتشفت انه برضه مع الوقت، وهي طبع الانسان بكون بيحلم بشغله معينه بس يدخل عليها بيكتشف انه بده اللي بعدها، وهذا هيك طبيعه الانسان طموح شوي، واحيانا طموح هذا ايجابي واحيانا سلبي. فبس وانا بشتغل اكتشفت انه لا، الشغل شوي محددني. كنت احكي دائما انا وزملائي انه ليش مديرنا ما بيعمل كذا وليش ما بيعمل كذا، وهذا طبيعي الواحد مرات يكون فكر حاله بيعرف كل شيء. ولو صح لي الواحد يعمل بزنسه الخاص او شغله الخاص احسن، بيكون عنده حريه، ما بيكون عنده خلينا نقول مديره اللي بيحكي له شو لازم يسوي.
فكنا دائما في نقاشاتنا احنا يعني شباب اصحابي نقول الواحد ما في احسن انه يفتح البزنس الخاص تبعه. طبعا هذا الحكي كنا نعيد ونكرر، بس هل اخذنا فعلا خطوه؟ احنا مجموعه الشباب كنا موجود ما اخذناش. واحد منا اخذ هاي الخطوه بتذكره لليوم، بعد ما استقال من شغله كنت اشوفه اتغدى معاه يقول لي ناصر احنا وضعنا اكل هواء، فتحت بزنس، حطوا معي شويه فلوس وحط تحويشته كمان، ومش ملاقيين ندفع رواتب لاخر السنه. وانا اقول بيني وبين حالي الحمد لله اني ما عملت زيه، يعني صح انا بتفلسف وهاي بس ما عملت زيه. بعد فتره اموره زبطت، بلشت تمشي اموره، بنحكي بعد فتره بعد سنه او اكثر من سنه، وانا كل شوي بقول لازم اعمل اغير، لازم اغير، لازم اغير، وما عم بغير. مرت سنوات، وطبعا في هاي الفتره كنت اتحجج بكثير شغلات، الوقت مش مناسب، معيش تحويشه، انا مش جاهز، الظروف لازم تكون احسن، الدنيا صعبه، واسطات، تعرف كل الاشياء، القصص هذه الاسباب، وناسي سبب مهم جدا، سبب انه ليش ما بديت او ليش ما عم بنجح، اللي هو السبب الرئيسي انا. فعليه هي غلطتي مش غلطه اي حد ثاني. اوكي، المجتمع دائما في مشاكل، الظروف الاقتصاديه عمرها ما كانت كويسه، يعني اذا تفرجوا على التاريخ من هون ل 100 سنه ورا دائما في ازمات اقتصاديه، هي زي الموجات طالعه نازله، دائما في تحديات، دائما في واسطات، دائما في قله فلوس بشكل عام. فهذا الحكي موجود طول العمر، بس مين اللي بده يبدا فعليا؟ انت او انا في هذاك الوقت. فكان لازم اكتشفت اني كان لازم ابدا. هلا امتى اكتشفت هذا؟ بعد ما كنت متزوج وعندي 4 بنات ووضعي صار خلينا نحكي التزامات ماليه اكثر، يعني الوضع المفروض المنطق بيقول غلط تبلش، صح ولا لا؟ لكن انا اكتشفت انه انا صار لي سنوات طويله عم بقول لازم ابدا بزنس، لازم ابدا بزنس، بالنهايه قلت لازم ابدا. واجى حظي كويس بعد ما رجعت، طبعا اشتغلت بالخليج تقريبا 11 سنه. لما رجعت على الاردن وبلشت اشتغل هون، اجاني مره ايميل صدفه زي كيف هذول الدعايات، انه في شيء اسمه اويسس 500 انكيوبيتر، حاضنه اعمال، هذا الحكي بال 2010، فتحته بتستقبل افكار جديده. قلت هاي هي الفرصه المناسبه، خلص الانسان اللي بحكي 20 سنه بدي ابلش، ذس از ذا تايم. قدمت لهم ورحت عليهم، عجبتهم الفكره، الفكره قدمتها اللي هي دفع الكتروني، لانه الاردن ما كان لسه فيها دفع الكتروني، وانا متعود برا انه كنت ادفع بالكريدت كارد وادفع بالسداد بالسعوديه كله اونلاين. فرجعت على الاردن اكتشفت انه طوابير وبدك تدفع فاتوره الكهرباء وبدك تصف على الدور وبياخذش بطاقه وبدك تدفع كاش. هون قلت خلص بدي اقدم لأويسز، قدمت لهم ورحت قابلت، عجبتهم الفكره، قالوا لي شرطنا الرئيسي تستقيل. هتستقيل هون لحظه الحقيقه. فكان هذا الحكي ب 2010، خفت، قلت لهم بفكر وبرجع لكم. ورجعت لشغلي، كملت شغلي، بس ضل في جوا شغلي انه لا بدي احاول. رجعت لهم بعد تقريبا 10 اشهر ب 2011 وخدت الخطوه الرئيسيه اني استقيل، لان هذا كان شرطهم بصراحه. يعني في هذيك الفتره يمكن تسرعت، بس كويس اني تسرعت وما حسبتها كثير. فضل كثير بعد رب العالمين كان لدعم اهلي، والدتي مرتي وبناتي كلهم صراحه دعموني انه بلش. فبلشت المشروع اللي هو مدفوعاتكم، بلشته ب 2011 مع اويسس 500، وبلشت بطموح كبير انه بدي اعمل نظام دفع الكتروني في الاردن يشبك عليه جميع الناس. فبلشت الفكرة. هلأ لما بلشت برضه هم بلش تحدي جديد. الإنسان لما يجي بدي يبلش بزنس، وأنا كنت منهم، بتحط بلان هيك، يعني خطة معينة. هلأ بتكتشف بعد فترة أنه هاي الخطة كلها ما لهاش علاقة بالواقع. بس أحياناً مهم جداً يكون عندك خطة تبدأ فيها. يعني أقول لكم الخطة أول ما بديت في 2011، قلت ببني البرودكت اللي هو أنا بعرف آي تي وبعرف بالدفع الإلكتروني. كم من شهر بروح بقنع اول بنك، اول مفوتر، انتوا بتعرفوا كيف فواتيركم بتشتغل، بتدفع عن طريق البنوك او المحافظ او كذا. قلت بقنع اول بنك، اول مفوتر، شهرين ثلاث بقنع الثاني، بقنع الثالث، وهكذا، وتمشي الحياه ورديه. واعطوني واتذكر اويسز 10,000 دينار. قلت هاي ال 10,000 دينار بوظف فيها واحد، نبلش انا وياه نكتب السوفت وير. طبعا ال 10,000 طارت من اول شهرين ثلاث، وبلشت اتداين، وبلش اخوي دخل معي وعديلي دخل معي، وبلش اللي هو بسموه فاميلي اند فريندز. هو لها مصطلح في الغرب بسموه اف اف او تريبل اف، فاميلي فريندز اند فولز، يعني اللي بدخلوا معك في البدايات. انا ما كان معي فيه فولز، بس فاميلي وفريندز اللي دخل معي في البدايات. فبلشت يحطوا معي فلوس وتخلص، يعني ما حدا عم بيقتنع، بتروح البنك بقول لك انت مين، يعني شركه صغيره ما حدا عارفك.
بتروح المفوتر بقول لك جيب لي بنك معك اول، بعدين بلشنا قصة البيضة والدجاجة هاي، كل واحد يرميك على الثاني، جيب لي بنكين ثلاث بشبك معك، هذا الكهرباء والمي كان يحكوا لي. بتروح على البنك بقول لك جيب لي مفوترين ثلاث بشبك معك. فدخلنا في هاي الدوامة. في هذا الوقت كنت عم ببني البروتوتايب، بنيته صار جاهز السوفت وير، والفلوس طبعا كل ما تخلص تحاول تقنع انفستر جديد، انجلز بسموهم او انجل انفسترز. واحنا الحمد لله بالاردن اليوم من زي 2011 في كثير حواضن اعمال، يعني تلكم كلهم زين، اورنج امني عندهم حواضن، الجامعه الاردنيه عندها حاضنه اعمال وبتخرج شركات، كثير مؤسسات وبنوك حتى صاروا يعملوا حاضنات. ففي خلينا نقول ايكو سيستم او بيئه مجتمعيه كامله بتدعم الرياده. فالمهم صرت ادخل معي ناس، كل مره اقول لهم بدنا هلا على وشك نوقع مع البنك الفلاني. قعدت سنتين لوقعت مع بنكين. فتخيلوا احنا كان عندنا 25 بنك في الاردن في ذاك الوقت، قلت بدي معناته 25 سنه بكون سكر البزنس كله. هون اخذت مخاطره الثانيه بعد بدايه البزنس اني اروح على البنك المركزي الاردني، لانه ما عم تزبط معي، يعني البنوك ما عم تقتنع. قلت يا بقولوا لي ما في تعليمات، وما كان في تعليمات للدفع الالكتروني، وبسكروا لي البزنس يا بيقتنعوا، فيش عندي حل غير هيك. فهي كانت الورقه الاخيره. وعشان برضو اجين الواحد ما يستسخف اي شيء بيعمله، ما عرفت اوصل البنك المركزي، ما كان عندي لا علاقات ولا واسطات. طبعا في اشاعات كثير انه فواتيركم واسطات، وهي احنا صدقا حتى لما قدمنا البنك المركزي حتستغربوا، قدمنا لهم فاكس، طلت رقم البنك المركزي، واحد نصحني بقول لي ليه ما تاخذ لتر وتروح تقدم لهم، بعرفش حدا في البنك المركزي اقدم له. فكتبنا لتر كشركه انه احنا شركه مدفوعاتكم، عندنا دفع الكتروني، بنعمل كذا كذا، وبعتناها بالفاكس، فاكس عادي، كان بامكانهم مزعوه ويرموه، حطنا كويس انه ما رمى، فالواحد يعمل عليه ويوكلها لرب العالمين. نادوني البنك المركزي قالوا لي ايش الفكره عندك؟ حكيت لهم احنا بنعمل 1 2 3، في زيها بالسعوديه سداد، في بالغرب كذا، وفي باستراليا، اعطيتهم كل الدراسه كامله، عجبتهم. هلا لما سمعوا انها موجوده بالسعوديه برضو قال لك هي بسيطه قريبه، ممكن نزور السعوديه ونشوف، خاصه انه عندهم كان خطه للتحول الرقمي في الاقتصاد، يعني بيحاولوا تو ديجيتايز الايكونومي او يحولوا الاقتصاد لاقتصاد رقمي. فراحوا للسعوديه وشافوا التجربه وشافوها ناجحه بشكل كبير، قرروا ينزلوا عطاء. عطاء اللي ما بعرف ليه مناقصه بسموها، انه نزلوا بالجريده والناس تقدم عليها. طبعا هذا ريسك ثالث صار معي، انه كان ممكن نخسر العطاء، لكن الحمد لله قدمنا العطاء وتحالفنا مع شركه كبيره عشان نعوض نقص اللي عندنا كشركه صغيره، وفزنا فيه ككونسورتيوم بال 2014. 2015 اطلقنا الخدمه. احنا الحمد لله في البدايات بديت بشخص اللي هو انا في 2011، اليوم احنا اكثر 120 شخص الحمد لله. المفوترين اللي غلبونا اول سنه يا دوب اقنعنا بنكين وزي ما قلنا و 2 او 3 بيلرز، اليوم معنا كل البنوك، كل المحافظ الموبايل، ومئات من نقاط الدفع بتشوفها، يمكن محلات صرافي وغيرها. وكمفوترين عندنا اكثر من 450 مفوتر اليوم، تحتيهم الاف الخدمات. ما بلشت بسهوله، اولها كان صعبه، لكن كل مره كنا نربط ناس اكثر، الناس تثق اكثر في الدفع. حتى الدفع كمواطنين مش من البدايه برضو كان عندنا حركات عاليه، يعني لو اورجيكم الارقام اللي كانت عندنا في اول سنه، عملنا يمكن عده الاف من الحركات. احنا السنه الماضيه عملنا 30 مليون حركه. وبتسمعوا يمكن انه اي فواتيركم نفذت مليارات، فبقول لك هاي الشركه سرق البلد. هي فعليا هاي المليارات، بس هاي بهمني اوضح لكم اياها. احنا كشركه مدفوعاتكم ما بنشوف ولا شيء من هاي الفلوس. انتم بتدفعوا من البنك او من المحفظه تبعتكم، تنتقل لحساب المفوتر. احنا زي سيستم مسجنج كيف الواتساب، بس انا واتساب بين المؤسسات، بين البنك بقول له انه الطالب الفلاني او الشخص الفلاني دفع رسومه، فبخصمها البنك منه وبودي له اياها. فانا المسجنج سيستم. لكن الحمد لله فخورين كشركه، وفخور انه شاركت في خلينا نقول تحول الاردن للدفع الالكتروني، والكورونا بالذات الله لا يعيدها طبعا، بس فادتنا احنا كاي فواتيركم. كثير من الجهات اللي ما كانت مقتنعه في الربط زي المدارس كلها ربطت في ايام الكورونا، فنطينا من 190 مفوتر قبل الكورونا ل 450 اليوم الحمد لله. هلا ملخص التجربة كلها بدي اقول لكم اياها، هي مش موضوع انه مدفوعاتكم اي فواتيركم ليش نجحت، هاي النجاح والهاي بايد رب العالمين. لكن من هاي في بيقولوا سينج دائما بيحكوا اف ذير از اويل ذير از اوي، وهي فعليا موجودة بالقرآن على فكرة، ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها. يعني اللي بيصمم
ولما رب العالمين قال ومن بغض نظر عن دينه وجنسه ولا شيء يرد إرادة تناحى إنه يضل مصمم على الفكرة تبعته ما ييأس ما يرفع الراية البيضة نؤتي منها اللي هي if there is a will there is a way. وهي أنا شفتها بمدفوعاتكم وشفتها مع زملائي اللي عم نشوفهم شركات تانية ناجحة كثير أكيد شفتوا أو سمعتوا بطقس العرب طماطم جمالهم في شركات كثير ناجحة مكتوب جواكر قبل فترة انباعت 200 مليون دولار مجموعة شباب عملوا برضو جيمز انشهرت بالآخر بس هم طلعوا جيمز كثير ما انشهرت أولها نفس كيف إيه فوتيركم إحنا أول سنوات ما كان حدا يسمع فينا إحنا شركة أسست 2011 بلشت الشهرة فعليا ب 2017-18 لما بلشوا يطخوا علينا النواب يعني عملوا لنا شوية ماركتينج فري فاللي بدي أقوله اليوم كل واحد منا ومنكم شباب بنات بإمكانه يحقق اللي بده يحققه شغلة سهلة يحط الهدف شو اللي بده يوصل له إذا بده في إشي لازم يتعلمه سكيل لازم يتعلمها يتعلمها والأهم من هيك ما يسمع لحد يقول له إنه ما بتقدر كلنا بنقدر بس بضل واحد يتوكل على رب العالمين أولا يآمن بنفسه ثانيا ويآمن بفكرته ويمشي وراها وما ييأس بالمرة هلأ لما أقول واحد يآمن بفكرته ويكون عنيد مش معنى عنيد ما يسمع في فرق كبير بين أكون أنا مصمم على فكرتي هتنجح وما أسمع للنصايح مثلا الدكاترة والمنتورز وصحاب وفرق انه لا انا بدي انجح بس بسمع منهم في شغلات كيف الواحد لما يكون رايح مثلا يوم نازل من عمان ينزل على إربد بالسيارة هلا هو بالطريق عارف عمان لا إربد يوصل بالطريق في مطبات في حادث لا سمح الله في شغلات على الطريق بده يغير شوي بسواقته يمين شمال قبل ما يوصل فبالنهاية هدفه عارفه بس بده يكون فليكسبل بالطريق كيف ممكن يوصل وياخذ فيدباك هاي بشكل عام حبيت احكي لكم عن بشكل سريع وانا جاهز للأسئلة ومرة تانية انا بتشرف وجودي هون وشكرا لكم على الفرصة هاي اللي اتحتوا لي اياها شكرا جزيلا شكرا لك واللي فعلا اشعل طموح في قلوبنا كلنا ورجعنا ان المستقبل ممكن يكون بإيدينا هلا بدنا نفتح المجال لبعض الاسئله اللي وصلتنا على السوشيال ميديا ومن الضيوف هلا مهندس ناصر الاسئله مقسمه لاسئله شخصيه اسئله عن الشغل واسئله عن حياتك الجامعيه نبلش بالاسئله عن حياتك الشخصيه مهندس ناصر في عنا خديجة تسألك لو رجع فيك الزمن تنشئ مشروعك بالأردن؟ سؤال مهم جدا صراحة وسؤال صعب أحكي لك ليه هلا حكون معكم صريح بيعتمد على نوع البزنس يعني أنا مثلا في موضوع الدفع الإلكتروني شفت فيه مشكلة هلا دائما بقول لكم الأفكار أو يقال دائما الأفكار الناجحة هي اللي بتحل مشكلة وفي الأردن كان في مشكلة بيمنت فبالنسبة لي كانت حل مشكلة يعني لو رحت على أمريكا مش حتحل مشكلة بيمنت أنا موجودة عندهم إذا بس بدي أرجع على البيمنتس بعيدها إذا مجال غير بيمنتس لا بعملهاش بالأردن ليه؟ اليوم الأردن is good زي ما بقولوا as a kitchen يعني ناس مبرمجين في مهندسين مهندسات مبرمجين مبرمجات في خلينا نقول عناصر بشرية قوية بس الأردن مش سوق يعني للتجارة الإلكترونية وكذا إذا تلاحظوا معظم الشركات الأردنية ترى أسواقها السعودية والخليج وبرا حتى في عندنا شركات كتير بتشغل لأمريكا إذا بدي أفتح بزنسي لإشي غير بيمنس بفتح برا الأردن إذا للبيمنس لا برجع بفتحه بالأردن وهنا بسأل عندك أي مخططات عشان توسع عملك ببلدان تانية أو تنزل برودكتس جديدة أكيد هلأ إحنا أول شيء جوا الأردن بعد ما نجحنا الحمد لله بإيفا وتيركم واكتشفنا أنه إحنا فينتك كومباني زي ما بيحكوا شركة تقنية مالية عم بننوع البرودكتس عندنا هلا في عندنا محفظه موبايل حتنزل جديد مع انه في محافظ اوريدي بالماركت بس بدنا نعمل شيء شوي مختلف يكون اقرب لشيء بسموه سوبر اب كيف علي باي او وي شات في الصين ابلكيشن يكون بتاع كله يعني تسوي تلاقي كل شيء خدماتكم اياها تلاقوها في هذا الابلكيشن خدمه الحوالات برضه عم نشتغل عليها خدمه التقسيط لقدام ناويين نشتغل فيها في عندي واحده من بناتي بتدرس تمويل والثاني بترس برضو اي تي اعمالهم بالاردنيه وهم موجودين معنا اليوم فمن وحي الاشياء اللي عم بدرسوها بدنا نعمل برودكتس منها التقسيط تمويل ومنها الاي اي عم ندرس على شغله الاي اي اي فواتيركم سمحت لنا نشوف بيانات كثير للناس مش بيانات خصوصيه لا احنا بنعرف انه فلان بيدفع كهرباء فلان بيدفع مي فلان بيدفع جامعه
هذه الداتا برضو الداتا اليوم صارت منجم ذهب. هاي الداتا ممكن تعملوا منها منتجات اللي بسموها الاي اي والداتا اناليتكس، انه تعرف البيهيفير تبع الكاستمر وتقدر تشوف هل بقدر هذا الكاستمر اذا هو ملتزم بالدفعات وبدفع كثير شغلات اقسط له شغلات تانية. فهي منتجات ان شاء الله فيري سون. هلا توسعنا برا الاردن، احنا اوريدي بدينا في عمان، اطلقنا شركه اسمها تسديد، لنا شريك عماني هناك فضل يسميها تسديد وناجحه الان، مش على مستوى البلد زي هون، مش على مستوى البنك المركزي، ربطنا بنوك وربطنا مفاوتير والحمد لله ناجحه. في فلسطين فزنا بعطاء جديد مع البنك المركزي هناك، هينا شغالين عليه، وفي عندنا كمان في المغرب وفي عندنا بعض الدول هينا عم ندرسها ان شاء الله. فرح حابه تعرف اذا اثرت دراستك على مسيرتك المهنيه. اكيد اكيد. انا بتذكر شغله، في دكتوره الله يسهل عليها اخذنا معها ماده حره اسمها صحه فم واسنان، مع انه مش منطقي الواحد ياخذ ماده حره في الطب، بس ما كانش عندي غير هذا المجال. المادة وقتها الدكتورة أعطتني شغلة ملهمة لليوم وفادتني كثير. الدراسة بشكل عام إحنا بندرس لمخنا يتغير طريقة تفكيره ونصير نعرف نحل مشاكل ونفكر بطريقة لوجيكال أكثر. لما تطلع الحياة العملية في الغالب دراستكم مختلفة عن الحياة العملية. شو فادتني الجامعة الأردنية؟ بصراحة فادتني كثير دراستي هون، ما بحكي مادة معينة فادتني، اللوجيك، كيف أفكر، كيف أحل، كيف أدرس، كيف أحل مشاكلي، أتعايش مع هاي كلها، خبرة أعطتني إياها للحياة العملية. فاليوم كل اللي بتدرسوا أوعى تفكروا في إشي غير مهم شو ما كانت المادة، بالنهاية هاي حتفتح لكم أفاقكم. لما تدخلوا في بزنس أو وظيفة أو شركة بتواجهكم دائما قرارات ومشاكل وتحديات، خبرتكم اللي درستوها هون حتفيدكم في الحياة العملية. وأنا هاي شفتها كثير في حياتي، كثير شغلات من اللي درستها ككونسبتس وطرق والجوريثمز وفكر طريقة تفكير فادتني في حياتي العملية. عندنا سؤال من عبد الرحمن، عنده فضول يعرف كم رصيدك بالبنك. والله هاي النقطة، شوفوا أول شيء إحنا طالع علينا صيت رائع وبقولكم صيت غنى ولا صيت فقير. أول شيء إحنا الحمد لله وضعنا ممتاز يعني كشركة، وأنا كشخص حطيت كل جهدي وكل ما أملك، وزي ما قلت لكم أنا كنت أتداين أصلاً للعلم عشان أمشيها. هلأ لو بدي أفتح الموبايل قدامي هناك البنك في العربي رصيدي فيه 2500 دينار ومستعد أعرضه على الشاشة. مو 2000 لا أنا أعطيته بالمبلغ بالضبط 2500 دينار. هم بيفكروا أنه إيه فواتيركم مع صاحبها صاحب ملايين، ويصير صيت غنى مش غلط. هلأ حصتي في الشركة قد تقدر بملايين، بس أنا ما بعت الشركة. فاليوم الشركة الحمد لله لما بدأت كان قيمتها 200,000 دولار، هيك قيموها أويسز في البدايات. اليوم هي بعشرات الملايين كشركة، فالمساهمين اللي بدأوا معنا زمان لو بيبيعوا اليوم حصصهم أو بننزل على البورصة بيطلعوا ملايين. فأنا عندي ملايين بس مش في البنك، في الشركة اليوم. طيب عشان بلشنا نحكي عن الجامعة، نسألك كم سؤال عن حياتك الجامعية. في سؤال، كيف كان يومك برنامجك الجامعي اليومي؟ وبنفس الوقت إسراء طالب بكلية الأعمال تسألك، عمرك رصدت المادة بالجامعة؟ أوكي بدي أبدأ بالثانية. لا رسبت مادة اسمها باور، في دكتور هشام حمدان ما بعرف إذا موجود لسه. موجود؟ سلم عليه والله. أوكي هلا كل دكاترة الهندسة بحترمهم، هذا الدكتور بدي أعطيكم شغلة بصراحة، هو هي موجود الله يسهل عليه ويذكره بالخير دائما. كان شديد جدا، كان معروف إنه ما بعرف إذا لساته شديد زي ما هو، ما كان يقتنع بأي عذر. يعني نيجي متأخرين على المحاضرة يقول لك أنت تأخرت 10 دقائق، كانك تطلع من البيت قبل ب10 دقائق يعني، وفعلا منطقي. ما كان السؤال بدك الرسب لي بالمادة، لما طلبت مراجعة المادة الامتحان عملوا لجنة قالوا لي شاطب لك كل السؤال زيرو، ما لهم يتدخلوا ليش شطبوا زيرو، بس هو الجواب غلط. فكان عنده وجهة نظر ما كنت مقتنع فيها، اقتنعت فيها بعد ما تخرجت. وجهة النظر كانت إذا أنت مهندس وعم تبني عمارة ولا بتبني هاي، إذا غلطت حتقتل ناس في الآخر. فأنا ما بهمني إنه أنت كاتب المعادلة صح ومطبقها غلط، أنا كل السؤال غلط. فهي ما درست فيها، هلا لما حطيت بالي فيها بالآخر نجحت فيها واحترمت الدكتور عليها كثير بصراحة. إيش كان طريقتي اليومية أو إيش كان جدولي اليومي؟ يعني مش شيء مميز كثير، بس كنت أجي ما بعرف إذا تغيرت الجامعة، كان في بلياردو في مطعم هذا، فكنا أول سنة مقضينها بين المطعم والبلياردو. تعرف أول سنة واحد بيكون لسه مبسوط على الجامعة، فنزل معدلي بشكل كبير. ثاني سنة ركزت شوي لأنه كهرباء وصارت أصعب، صرت أركز على المحاضرات أكثر،
بس كان عندي غلطة بدرسش غير يوم الامتحان يعني، فكنت مقضيها انه بطلع بلف في الجامعة من شم هوا. الجامعة كانت حلوة، احنا بالنسبة لنا كلية الاعمال كانت شمت هوا. جاي من الهندسة كان عندنا هناك نفي يعني، كنا نيجي دائما على كلية الاعمال ونروح بالسكوير على الخفيف مش كتير. بناتي موجودين بقدرش احكي كتير. لا بس كنت بشكل عام نوعا ما ملتزم يعني. ف لا هي مش أول زيارة، جيت كم من زيارة والله، ومبسوط إني برجع دائما للجامعة الأردنية. أسوأ يوم يمكن يوم مش يوم ما حملت المادة، يوم ما قررت أدخل على الفاينل، لأنه الفيرست والسكند كان ضعيف، المادة اللي قلت لكم عليها الباور. صابني إحباط فدخلت مش دارس، وجت الأسئلة سهلة فرسبت في المادة، وتعلمت منها شغلة إنه الواحد شو ما كان يدرس حتى لو كان هذا ممكن تزبط معك الأمور. فكان هذا أسوأ يوم، يوم حملت المادة. أحلى يوم كان يوم التخرج صراحة، يوم ما ناقشت رسالة الدكتوراه، مش دكتوراه، رسالة المشروع تبعي. فكان يوم حلو يعني، كان بتذكره لليوم. جميل. عندها فضول تعرف كم من موظفين الشركة خريجين الجامعة الأردنية، وهل أنت بتفضل خريجين الأردنية عند التوظيف يعني؟ اوكي، هلا بالنسبه ما عندي فكره، بس اليوم كنا نحكي مع الدكتور، كان عندنا طالبه مميزه بالماركتينج من جامعه الاردنيه وطلعت صح لها شغل بفرنسا. احنا اليوم كشركه، شوف شركات بشكل عام انانيين، بهمهم الطلاب الموظفين المتميزين ان شاء الله جاي من الهند، ما بتفرقش معنا. لكن في اولويه بصراحه للجامعه الاردنيه وجامعه الاميره سميه. حتى اليوم كنت احكي مع الدكتور انه اخذنا، بدنا ناخذ هلا قائمه بالاسماء، ودائما بناخذ كل فتره اللي هي خريجين الجامعة الأردنية واللي بده يتخرجوا بعدة مجالات، لأنه عندنا عدة مجالات مش بس IT، وبنعطيهم أولوية. اليوم قلت له لازم نعطي أولوية، إحنا بالعكس الجامعة الأردنية يعني هذا أقل شيء ممكن نسويه، فحنظلنا نوظف من الجامعة الأردنية، وبشرفنا دائما يجينا طلاب من عندكم. ما هي استراتيجيتك في حال دخول منافس جديد إليك في السوق؟ هو اوريدي بدا يدخل منافسين اوريدي. هلا احنا برضه اي فواتيركم ناس اخذ فكره انها حصريه، هي مش حصريه فعليا، لكن طريقتها لانها ربطت مع الحكومه بينت انها حصريه. اليوم في مقدمين خدمات دفع كثير، زين كاش واورنج رابطين علينا، لكن برضه بنافسونا بطريقه ثانيه، وفي مقدمين خدمات دفع ثانيين دخلوا. حتى مره وزاره الاقتصاد الرقم نزلوا عطاء بيشبه عطاءنا بس كان شوي مختلف. اولها شفناه انه تحدي وشيء بخوف، اليوم بقول الحمد لله انه في منافسين، وان شاء الله بدخل منافسين اكثر. المنافسه بتخلي الواحد يتحرك. احنا في فتره لما بعد ما اولها كنا بنتعب وهالكين حالنا، لما بلشت تنجح اي فواتيركم دخلنا مرحله بسموها الكومفورت زون، او انه مرتاحين خلص فيش غيرنا وشغال الخدمه. لما بدا يدخل المنافسه اليوم رجعنا نجدد دماءنا من جوا الشركه ونبلش نطلع بافكار ثانيه. المنافسة كويسة بتخليك تتحرك، بدون منافسة هنقلب حكومة بالآخر. عمر بسألك سؤالين، بحكي لك متى آخر مرة وقفت على طابور تدفع فواتير؟ السؤال الثاني بحكي لك، إيه فواتيركم عملت عشان الدفع الإلكتروني؟ بس إحنا لسه موقف على الطوابير لإيه فواتيركم عشان ندفع، شو الحال؟ أول إشي آخر مرة وقفت على طابور هي كانت قبل إي فواتيركم، من بعد إي فواتيركم بدفع كل شيء إلكتروني من هذاك اليوم لليوم فعليا. موضوع الدفع هذا بالطوابير، أنا هون بدي أحكي معكم صراحة، وخاصة أن أنتم الطلاب، والطلاب إحنا الواحد هم جيل المستقبل يعني. بصراحة إي فواتيركم لما بلشتها كان فكرتي إنها أونلي أونلاين يعني بنوك ومحافظ موبايل، وهي في البداية. لكن للأسف عدنا أول سنتين أو ثلاث الحركات اللي عم تجينا على الدفع مش كتير عالية، والناس متعودة لسه على الدفع الكاش للأسف. اضطرينا عشان نقدر نخدم شريحة الناس اللي ما عندها حسابات بنكية ولا فاتحة محافظ، نوقع مع وكلاء دفع بسموهم، اللي هم زي محلات صرافة ودكاكين. هدول بالمناسبة هم وكلاء دفع بنسميهم، زيه زي البنك، أنت بتدفع عنده كاش. انا بحلم باليوم اللي اشوف الحركات كلها 99% جاي من اونلاين بنوك والمحافظ، و1% او 0 تيجي من الوكلاء. لكن بالنهايه هذه ثقافه مجتمع. اليوم اللي بيقدر يغيرها انتم مش احنا، احنا حاولنا كثير.
اليوم انتم كطالب او كمواطن تقدر تنزل توقف على الدور فعلا تدفع كاش، وتقدر تنزل الاب تبع المحفظه تبعك او تبع البنك تفتح حساب بالبنك، او اذا بدكم تفتح حساب بنك افتحوا محفظه. في محافظ كثير صارت، في 7 أو 8 محافظ في الاردن كنوعيات، وادفعوا منها كل شيء. اول مره بتبين صعبه، بس بعديها اذا دفعتوا اونلاين بتحداكم ترجعوا للدور. لكن هاي ثقافه الدور احنا كشعب احنا لازم نلغيها، اما كشركه ما بنقدر نجبركم عليها. شكرا جزيلا لابن الجامعة المبدع، شكرا جزيلا للمهندس ناصر صالح. العفو، شكرا لكم. عشان شاركنا بحديثك الرائع، بدي اشكر الحاضرين بين اساتذه وطلبه وضيوف في الجامعة الأردنية، ونلقاكم في المرة القادمة من جاي يوتيوب. شكرا لكم.